لو جينا الآن اطلعنا هلا بدينا صار عندي مفهوم جديد صار عندي signal orthogonality two signals or orthogonal إذا كانوا البرودكت تبعهم الأفرج تبع البرودكت تبعهم على period معينة كان بيساوي zero بكونوا orthogonal على هاي period. هلا لو جينا طبقنا هذه هون على لو أخذنا هون voltage source V of omega t مثلا هاي عندي هون voltage source plus minus خليني أفترض إنه هذا AC وعندي هون لود وهذا اللود لأنه نون لينير لود فسحب I of T و I of T is periodic but non sinusoidal إذا هون عندي نون لينير لود حطيت عليه sinusoidal voltage سحب نون sinusoidal current هذا النون sinusoidal current periodic لكنه نون sinusoidal ايش بقدر احلله؟ بقدر احلل هذا الكرنت اذا I خلينا نسميها I اوميجا تي نفس الطريقة I اوميجا تي كان then be analyzed into its Fourier series components. سكر بالله الباب يا طارق. Into its Fourier series components. فبقدر احلل I of T لل Fourier series components تبعتها. وهدول by definition قلنا راح يكونوا orthogonal. فكل هدول الكرنتس الكومبوننتس اللي راح يطلعوا يعني راح يكون عندي اوميجا 2 اوميجا 3 اوميجا الى اخره هدول كل الكومبوننتس راح يكونوا اورثوغونال ما دام هدول اورثوغونال ما بقدر اعمل ديليفري ما في عندي باور بين لانه اذا ضربت في اوميجا تي هلا اذا هون باور متذكرين الباور احنا قلنا الانستنتينيوس باور اذا بدك تسميها بي اوميجا تي بتساوي في اوميجا تي في اي اوميجا تي مزبوط مش هاي الانستنتينيوس باور وإذا بدي الاقي الكابيتال باور اللي هي الباور ديليفر كابيتال بي بتساوي الافرج اوفر 2 باي من 0 ل 2 باي لحاصل ضرب او لبي لسمول بي اوميجا تي دي اوميجا تي طب هلا هون بنيجي بنسال السؤال لو انا حللت اي اوميجا تي وحللت اي اوميجا تي للكومبوننتس تبعتها لو اجيت اطلعت على في اوميجا تي اي 2 اوميجا تي هل هدول اورثوغونال؟ هاي اوميجا تي وهاي 2 اوميجا تي اذا قديش الباور ديليفرد زيرو اكتيف باور ديليفرد از زيرو نعم ايش السؤال يعني لو ضربت هذول الاثنين في بعض واخذت الافرج تبعهم على 2 باي راح يطلع زيرو لانه هاي ضعف الفريكونسي هاي ونفس الشيء بنطبق على ثلاث اضعاف الفريكونسي وكقاعده عامه اذا هاي الفريكونسي وهاي الفريكونسي انتجرز بس مش متساويين يعني ان لا تساوي ام بكونوا هدول فمعناها اللي عم بحكيه انه هذا الكرنت مكون من كومبوننتس مزبوط كومبوننت على نفس الفريكونسي كومبوننت على ضعف الفريكونسي كومبوننت على ثلاث اضعاف الفريكونسي واربع اضعاف الفريكونسي هدول الكرنتس كلهم بمروا من هون مزبوط مين اللي عم بوصل لي اياهم في اوميجا تي رغم انه الكرنتس هدول عمالهم بيجوا من السورس هذا في اوميجا تي الكومبوننت الوحيد اللي بعطيني اكتف باور هو اي واحد في اوميجا تي اذا هذا الاكتف باور اذا لو حطيت هون هلا في اوميجا تي ضرب اي اوميجا تي هذا بعطيني نون زيرو اكتف باور لكن الكومبوننت هذا بعطيني اكتف باور ديليفر زيرو ونفس الشيء بنطبق على في اوميجا تي اي 3 اوميجا تي رغم انه الكرنت ما الكرنت راح يمر راح يمر يطلع من السورس ويروح في اللود بس ما في باور ما في باور راح نعملها ديليفري بسبب هذا الكومبوننت اذا نفس الشيء هون هذا ديليفر از زيرو نعم رياكتيف باور ممكن يكون في عندنا رياكتيف باور من هون بس احنا بنحكي عن الاكتيف باور راح تكون زيرو اوكي
اذا بصير عندي هلا هون النتيجه اللي بنستخلصها من هون انه بي بتساوي في اوميجا تي اي اوميجا تي واحد بس اللي هو ذا فيرست فريكونسي من 0 ل 2 باي 1 على 2 باي دي اوميجا تي. فصار عندي هذا الكو. اذا الباور اللي راح نعملها ديليفري بالحاله هاي راح تكون بي بتساوي في ار ام اس اي 1 ار ام اس. واذا في زاويه ما بين الفاندمنتال كومبوننت هون والفي هون راح تكون هاي كوساين ثيتا، بس اي ثيتا؟ ثيتا ما بين اي 1 وفي. كل فاهم هذا؟ الريل باور ديليفرد راح تكون تعتمد على في ار ام اس، في ار ام اس اللي هي ساينوسويدال من هون، اي 1 ار ام اس، لانه لو اخذت ما بصيرش اخذ في في اي 2 لانه هذا راح يعطيني كله زيرو اكتيف باور. وإذا في زاوية، إذا ما في زاوية خلص بتكون كوساين الزيرو قديش؟ واحد. إذا في زاوية بين I1 ولذلك أنا حطيت هون I1V. الزاوية اللي بين الفاندمنتال وفي ار ام اس. طب لو جينا سألنا السؤال اس بشكل عام كقانون عام ايش بتساوي؟ في ار ام اس في I1 ار ام اس كل الاي اي ار ام اس الابارنت باور اللي نظريا اللي هاد سالني هلا هون قبل شوي انه بروح رياكتيف باور الابارنت باور اللي عماله بعطيني اياه هذا السورس عمالي بطلع على اي ار ام اس في ار ام اس لهذا السورس هاي هي الابارنت باور. اذا لو بدي احسب الان الباور فاكتور بهاي الحاله شو بيساوي الباور فاكتور؟ باور فاكتور بهاي الحاله بيساوي بي اللي هي في ار ام اس تبعت السورس I 1 RMS كوساين من 1 من I 1 إلى V كوساين ثيتا. إيش ماله؟ كوساين ثيتا بين I 1 تمام هذا وإمتى؟ بأي حالة؟ بأي حالة؟ أنت احكي لي، لا هو بده يحكي لي. بأي حالة الكوساين بيكون الكوساين بس هو الباور فاكتور مش الديستريبيوشن displacement. امتى بكون بس الديسبليسمنت وما بطلعش على الديستورشن؟ لما يكون كل الويف فورمز ساينوسويدال. صحيح كلامك. وهو بيرجع نفس الشيء، ما هناك ما فيش عندي ديستورشن فبكون اي 1 فيش شيء اسمه اي 1، اي 1 هو نفسه اي. اوكي؟ فبشطب اي مع اي. شو بضل؟ هاي حاله، هذيك حاله خاصه اللي انت بتحكي عنها، هاي الحاله العامه. اذا هون نكمل بنقول كوساين ثيتا ما بين اي 1 وفي على في ار ام اس اي ار ام اس. هذا بشطب مع هذا، شو ضل عندي؟ هذول بقدر احطهم بالشكلين. هلا بنرجع للحاله الخاصه اللي انت ذكرتها، ايش اسمك؟ نبيل ولا عمر؟ عمر؟ عمر نبيل. هذول صار عندي هي هذه ثيتا اي 1 في. هلا بالحاله الخاصه اللي انت بتحكي عنها ما فيش عندي انا، ما في عندي هارمونكس. فالفندمنتال هو نفسه الاول. لو انا سالتك وانت بتدرس ماده السيركتس قلت لك الفاندمنتال هذا شو بتجاوب؟ بتقول لي ما بعرفش. اي دونت نو وات يو توكينج اباوت. ما بعرف انا، فيش عندي، عندي ساينوسويدال سيجنالز كلهم، عندي لينير لود وبسحب ساينوسويدال كرنتس. فهذا بالنسبه لك واحد، وهاي بالنسبه لك ما بتاثر كوساين ثيتا من واحد لفي ولا من اي لفي نفسها، مزبوط؟ فشو صارت عندك بهذيك الحاله الخاصه؟ هاي الحاله العامه. هلا هدول نقدر نقسمهم لتو كومبوننتس. ايش بنسمي هذا الكومبوننت اللي كنا نستعمله هناك؟ بس displacement بين مين ومين؟ بين I1 و V، مش بين I و V. اوكي؟ بين I1، بعد ما احلل هذا الكرنت بجيب الفاندمنتال، بقول طب شو الزاوية بين الـ I فاندمنتال و V؟ بتكون هي الزاوية اللي هون، إذا هذا راح نسميه displacement power factor. displacement PF، وهذا شو راح نسميه يا عمر؟ distortion power. اوكي دكتور، لان ال V المفروض احنا المفروض نحللها